أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: سكان تعز يحتفون بتراجع أسعار الغاز المنزلي إلى ما قبل 2014. ومن أخبار اليوم: سقوط صاروخ باليستي بصنعاء أطلقته الميليشيا تجاه الأراضي السعودية. ومن موقع أخبارك: دبلوماسي كوري شمالي، امتلاك سلاح نووي مسألة حياة أو موت. أهلا بكم. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: سكان تعز يحتفون بتراجع أسعار غاز الطهي إلى أقل من النصف. قال الموقع إن سكان المدينة احتفوا بتراجع أسعار غاز الطهي إلى أكثر من النصف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، مما قد يشكل خطوة جديدة لتطبيع الأوضاع في المدينة والتخفيف من الأزمة الإنسانية. يضيف الموقع: تسابق الآلاف من السكان باسطوانات الغاز في طوابير طويلة أمام محطات التعبئة التابعة لشركة النفط والغاز اليمنية التي توزعت في عدد من أحياء وشوارع المدينة، وحددت الحكومة اليمنية سعر الاسطوانة ب 2500 ريال يمني بعد أن كان السعر السابق يتراوح بين 5200 و5400 ريال، كما حددت صرف اسطوانة واحدة لكل أسرة. أحد سكان المدينة الذين سارعوا إلى الاصطفاف في طابور طويل وسط المدينة وبسعادة بالغة قال للمصدر أونلاين إن سعر الاسطوانة مناسب جدا في ظل الأزمة الإنسانية التي نعانيها بفعل الحرب والحصار. يواصل موقع الموقع بوست نشر تقريره حول عمليات الاغتيال في عدن تحت عنوان: الاغتيالات في عدن، العجلة التي لم تتوقف. يقول الموقع: يوما بعد آخر تزداد الاغتيالات في عدن ضراوة، فينجو البعض لكن العشرات من المستهدفين راحوا ضحية رصاص قاتل مجهول. ويضيف الموقع بوست: برغم اتخاذ الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن مقرا لها، لكنها فشلت بالاستمرار والعمل هناك عبر المؤسسات نتيجة لوجود تيار تابع للإمارات العربية المتحدة يعيق عملها ويرفض حتى تسليمها المباني الحكومية، مثل ما حدث مع محافظ المحافظة عبد العزيز المفلحي. يقول أحد الصحفيين العاملين في الميدان: الاغتيالات مزمنة ومطروحة لدى جهات تريد الفوضى، ليس لعدن وحدها إنما لكل المحافظات المحررة، لقطع أي توجه للشرعية في تطبيع الحياة أو تثبيت تواجدها بإعادة الإعمار وحل المشكلات الخدمية. وأفاد للموقع بوست بأن الاغتيالات أو غيرها من الأعمال غير القانونية في عدن كالاعتقالات هي نتاج لسياسة المرحلة السابقة التي هيمن عليها تغييب الحكومة الشرعية وصنع قوات غير تابعة للإشراف الحكومي. العرب إلى أين بهذا السؤال؟ افتتح غازي دحمان مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في جزء من المقال: مثل بقية شعوب الأرض كانت لنا مبادراتنا على الدوام، كنا شركاء جادين في حقبة محاربة الكولونيالية والنضال التحرري ضد العبودية، وقدمت ثوراتنا من الجزائر إلى مصر وفلسطين حصة كبيرة من الدم في بورصة التحرر العالمي، ولكن عند حساب الغلة نكتشف أنه ما في شيء، ولا حتى استرجعنا جزءا من رأس المال، فلا الدول التي صنعناها كانت دولا بمعنى الكلمة، ولا شيء فيها يمت لنا بصلة، لا الجيوش ولا الزعماء ولا حتى ما تسمى الأناشيد الوطنية. أسس ذلك كله لمسار الربيع العربي، وهو أيضا مبادرة من شعوبنا لمشاركة العالم في صناعة قيم الحرية والديمقراطية. انطلقنا تماما من النقطة التي انطلقت منها ثورات الشعوب التاريخية والمعاصرة، حيث الفساد والاستبداد في ذروته. كان لدينا بدل ماري انطوانيت واحدة كثيرات في قصور الحكم العربية التي يعتقدن أن الكعك بديل مناسب للشعوب التي لا تجد الخبز. ولم يكن الربيع العربي ابن ساعته، بل نتاج عمل سنوات طويلة تصل إلى مرحلة النكسة ونحن ننظر للربيع العربي. لكن كانت دائما تنظيراتنا غير واضحة ومرتجفة وغير أصيلة وليس لها أساس وبنيان قوي. وصلنا اليوم إلى مرحلة الجميع مهزوم فيها، شعوبا ونخبة وأنظمة،
ومن يقول عكس ذلك يكابر. وليست شعوب العراق وسوريا وفلسطين الوحيدة المنكوبة، جميع الشعوب العربية تعيش النكبة بطرق مختلفة، وتبدو هزيمة الشعوب مركبة وقاسية. فبالإضافة إلى نكبات التهجير والقتل، خرجوا من المعركة الأخيرة موسومين بالإرهاب. أما الأنظمة فعزاؤها بقاؤها في السلطة ولو على جثة الأوطان. فإلى أين نسير بعد سلسلة طويلة من الانكشافات الأمنية والعسكرية التي حولتنا إلى عراة؟ يستعرض الخارج الإقليمي والدولي عرينا في كرنفال لا نهاية له. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها الحكومة تعلن بدء صرف رواتب الجيش الوطني والأمن، ومن تعز الجيش يعلن ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال قيادات عسكرية في الحجرية، ومن صنعاء سقوط صاروخ باليستي شمال غربي صنعاء أطلقته الميليشيا تجاه الأراضي السعودية. أما حضرموت فمنها تشكيل قوة عسكرية خاصة لإيقاف نهب الأراضي في المحافظة. ومن العناوين الباعثة للاستغراب ما جاء في موقع المشاهد نت، والذي عنوان انضمام اليمن إلى إعلان دولي يمنع استخدام المدارس في النزاعات المسلحة. قال الموقع إن اليمن وقعت على انضمامها إلى إعلان المدارس الآمنة الذي يدعو إلى ضمان أمن وسلامة المدارس وعدم استخدامها خلال النزاعات المسلحة. وتم التوقيع اليوم في مدينة نيويورك خلال لقاء جرى في الأمم المتحدة بين المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة فيرجينيا جامبا. وعقب التوقيع قال السفير اليماني إن الحكومة الشرعية وبهذا التوقيع تبعث رسالة واضحة وقوية إلى المجتمع الدولي لتؤكد حرصها التام على حماية المدارس والأطفال وعدم الزج بهم في النزاعات المسلحة وتوفير بيئة صحية وتعليمية ملائمة. ترميم العقل العربي، تحت هذا العنوان كتب سنتور أبو بكر مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: إننا اليوم مدعوون أن نتجاوز العدمية، أن نبذل مزيد من الجهد في هذا السياق بعيدا عن تحليل العقل بالمفهوم الكانطي المتعلق بتحليل أنظمة المعرفة والكشف عن أسس التفكير وآلياته. علينا أن نؤسس النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الجيل المقبل، الذي عليه أن يمتلك أدوات النقد والتساؤل في إطار الممكن لئلا تفوته المسائل المتعلقة بالمصير، فيتحمل عبء التركة الثقيلة ومسؤولية التواجد في عالم لا يرحم الضعيف. اليوم، كي لا يتجاوزنا الزمن ولكي لا نجد أنفسنا خارج التاريخ الذي ليس من عاداته أن يعيد نفسه إلا في صورة مشوهة أو مثيرة للسخرية، علينا أن نمد جسور التعاون والتضحية، أن نرسي قواعد البناء الصحيح أمام جملة التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بالتوسعات الدولية من خلال الشركات الاقتصادية العملاقة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، أن نعمل بعيداً عن الأغراض السياسية أو الحسابات المالية الضيقة، لأنها لم تعد تصلح أن تكون عربوناً للاستمرار في خضم حروب البقاء المشتعلة منذ مدة، بدليل ما وقع لبعض أشباه الملوك والرؤساء قبل وقت قصير. إذ لم تنفعهم عمليات شراء الذمم في وقت اقتيد فيه المجتمع الذي كان مهيئاً بجميع فئاته إلى إنتاج العنف الهمجي وحروب العصبية التي دمرت البنى التحتية للأمة والدولة معاً. وقبل ذلك علينا الوقوف ملياً عند مسألة العقل، لأنه القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تصنع الفارق وتفرض البديل في المجتمعات والأمم، تلك القوة التي تستطيع أن تفرض على الأجيال القادمة إيقاع المنطق الذي يمثل الحكم العادل بين الجميع، قوة العقل وليس العكس. موقع يمن مونيتور في تقرير مترجم عن مجلة مترو تايمز والتي عنونت من داخل دار القهوة في دير بورن الأمريكية مقهى يمني من المزرعة إلى الإبريق. تقول المجلة في مفتتح تقريرها: في الولايات المتحدة الأمريكية حينما تسأل عن أفضل مناطق زراعة القهوة في العالم لن يتبادر للذهن المكان الأول منطقة جبل حراز بالقرب من ميناء المخا في اليمن. وتضيف المجلة: ومع ذلك تعتبر هذه المنطقة مسقط رأس القهوة، حيث نشأ مصطلح أرابيكا يصنف بصفته أفضل أنواع البن، وحراز منطقة على ارتفاع حوالي 2500 متر رطبة صيفا
وباردة شتاء لكنها معتدلة، ما يجعل الظروف مثالية لنمو القهوة. وتشير المجلة إلى أنه قبل صعود منتجي البن في أمريكا الوسطى والجنوبية، هذا هو المكان حراز الذي يعرف فيه العالم قدرتهم للعثور على أفضل قهوة، وهي مثل حبات الفاصوليا، ويمكن أن يتجاوز قيمة الرطل الواحد 200 دولار. وتستدرك المجلة حسب ترجمة يمن مونيتور، ولكن يمكنك العثور عليه أرخص بكثير في مترو ديترويت في مقهى افتتح مؤخرا. وتؤكد المجلة أن بعض الخبراء يتفقون على أن اليمن هي مسقط رأس البن. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعلق صحيفة الحياة اللندنية حول اقتراح حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين بصنعاء، وهي غير معترف بها دوليا. تعليق الدراسة لمدة عام وإرسال الطلاب والأساتذة إلى جبهات القتال من أجل حسم المعركة. وكتب زيد على صفحته في موقع الفيسبوك: ماذا لو توقفت الدراسة لعام وتوجه الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم إلى التجنيد؟ ألن نتمكن من رفض الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة؟ تتابع الصحيفة: الأحد الماضي بقيت قاعات الدراسة في أكثر المدارس الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين وخصوصا صنعاء خالية من التلامذة أو التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد بسبب إضراب الأساتذة لعدم تسلمهم رواتبهم. وكانت المدارس اضطرت إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوعين في ظل استمرار عجز الحوثيين عن دفع رواتب الأساتذة منذ نحو عام. صحيفة القدس العربي تعنون في الشأن اليمني: الحوثيون يعرقلون التعليم للدفع بالطلبة والمدرسين إلى جبهات القتال تحت غطاء خدمة التجنيد الإلزامي. وتنقل الصحيفة عن مصدر نقابي قوله: إن الانقلابيين الحوثيين يسعون إلى عرقلة التعليم عمدا لإجبار الطلبة والمدرسين على التوجه إلى جبهات القتال تحت غطاء خدمة التجنيد الإلزامي، أو خدمة العلم كما يطلق عليها في بعض البلدان العربية. قال المصدر القدس العربي إن العراقيل العديدة التي تضعها جماعة الحوثي الانقلابية أمام العملية التعليمية في البلاد بشكل ممنهج تكشف عن توجهاتها المقصودة لتطفيش الطلبة والمدرسين من التعليم وإجبارهم على الالتحاق بجبهات القتال. وذكرت مصادر تربوية أن المدارس العامة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين قامت بتأجيل العام الدراسي الجديد لأجل غير مسمى، وأنه قد مضى نحو شهر على العام الدراسي الجديد دون أن تتمكن الميليشيا الانقلابية الحوثية من تدشين العام الدراسي. يمنيات بلا ميراث. تحت هذا العنوان سلطت صحيفة العرب الجديد الضوء على استمرار حرمان الكثير من النساء في اليمن من ميراثهن، سواء من الآباء أو الأزواج بعد وفاتهم في بعض المناطق النائية. أم عبد السلام الوجيه واحدة من اللواتي أوردت الصحيفة قصة معاناتهن من حرمانهن من الميراث، إذ حرمت من تركة والدها منذ وفاته قبل 6 أعوام. وأشارت أم عبد السلام لكثيرات تعرفهن في قريتها تعرضن لنهب ميراثهن، مضيفة: بعض الأسر الكبيرة في القرية لا تسمح للنساء فيها بالزواج خوفا من أن يطالب أزواجهن بتركة آبائهن. وأضافت الصحيفة قصة أخرى لامرأة أخرى قالت إنها وبالرغم من حاجتها لميراث أبيها الذي حرمت منه، فإنها تخجل كغيرها من مطالبة إخوتها بالحقوق.
الناشطة أماني الموشكي قالت في تصريحها للصحيفة في حال رفعت امرأة دعوى قضائية ضد الإخوة للمطالب بالميراث عندها قد تدفعهم الحمية إلى التبرؤ منها إذ هي خرجت من إطار الأسرة. ترامب وفن الصفقة الإيرانية النووية، تحت هذا العنوان كتبت آيشش كومارسن مقالها المعاد نشره في الغد مضيفة. في خطابه يوم 13 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، أعلن دونالد ترامب عن استراتيجية قاسية جديدة تجاه إيران، وسوف تستند هذه الاستراتيجية إلى التصدي لدعم إيران للإرهاب، وبتحديد أكبر فرض عقوبات جديدة على جهاز الحرس الثوري الإسلامي، وإعادة تنشيط العلاقات التقليدية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية في إيران، وحرمان إيران من الوصول إلى امتلاك الأسلحة النووية. في وقت سابق كان مسؤولون أمريكيون سابقون ومحللون في مجلس الأطلسي قد حذروا من عدم مصادقة الرئيس الأمريكي على الصفقة. وفي يوم 13 من تشرين الأول أكتوبر الجاري شارك محللو مجلس الأطلسي أفكارهم حول آخر التطورات، وكان هذا ما لديهم ليقولونه. قرار الرئيس دونالد ترامب الذي لم يكن مفاجئاً يقوض مصداقية الولايات المتحدة بين حلفائها وفي المجتمع الدولي، وبينما يظل انتقاد ترامب لسلوك إيران في الشرق الأوسط صحيحاً، فإن الدفاع عن عدم المصادقة يلغي أي حافز لدى إيران لضبط أفعالها ومراجعة برنامجها النووي والصاروخي. ويصب تصريح الرئيس ترامب المزيد من الوقود على النار في منطقة يعوزها اليقين وتتهددها التحديات الأمنية، كما أنها ترفع احتمال عزل الولايات المتحدة عن حلفائها الأوروبيين. لا يستطيع ترامب إنهاء الاتفاق، تستطيع الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق، لكنها إذا فعلت ذلك وظلت إيران متقيدة فإن الأطراف الأخرى في الاتفاقية وإيران سيستمرون مع الصفقة. ليس هذا اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران، إنه يضم 5 قوى عالمية أخرى، وطالما ظلت هذه القوى الخمس توافق على أن إيران متقيدة سوف تستمر الصفقة، وسوف ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها الناشزة. قال وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب لصحيفة الشرق الأوسط إنه تم ضبط مخازن ومستودعات كبيرة من الأسلحة المختلفة في عدد من المدن الواقعة في جنوب البلاد. أكد الوزير أن الأسلحة التي جرى ضبطها هي كميات كبيرة ويمكنها أن تدمر مساحات شاسعة، ومن بينها متفجرات يتم انتزاعها من الألغام بعد تفكيكها، موضوعة في عبوات تمهيدا لاستخدامها في تفجير الأهداف. أضاف الوزير أن هناك جماعات وخلايا نائمة تدعم وبشكل مباشر وفقا للتحقيقات من قبل الانقلابيين في صنعاء، وتقوم بتمويل هذه الجماعات بهدف إحداث خلل أمني وإرباك للمجتمع اليمني. قال الوزير إن الداخلية ومن خلال التحريات والبحث تبين لها أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن، وتعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية. في موقع أخبارك نطالع العنوان التالي: دبلوماسي كوري شمالي، امتلاك سلاح نووي مسألة حياة أو موت. حيث نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي كوري شمالي قوله إن بلاده لا تعتزم إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن حيازة أسلحة نووية مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. ونسبت الوكالة إلى تشوي سون هوي مدير عام قسم أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله في مؤتمر بموسكو عن منع الانتشار النووي إن على الولايات المتحدة أن تتقبل وضع كوريا الشمالية النووي، وقال هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، والوضع الحالي يغذي شعورنا بأننا بحاجة لأسلحة نووية لصد أي هجوم محتمل، سنرد على النار بالنار. ومن عناوين موقع الهاف بوست عربي: الرهينة الكندي المحرر لم يصدق أن ترامب أصبح رئيس أمريكا،
وظنها مزحة. قال الموقع إن الرهينة الكندي جوشوا بويل الذي تم إنقاذه مؤخرا مع زوجته الأمريكية وثلاثة من أطفاله من طرف خاطفين من حركة طالبان في باكستان اعتقد أن خاطفيه كانوا يمزحون عندما قالوا له إن دونالد ترامب صار رئيسا. وقال بويل الذي تم إنقاذه بعد 5 سنوات من السجن: لم أستوعب أنه كان جديا، إذ أكد أنه كان مندهشا للغاية مما سمعه. العالم في 13 صورة نشرتها صحيفة الجارديان لأهم الأحداث في يوم واحد، تنوعت بين الحرب والسلام والطبيعة والمغامرة والاحتفال. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.